الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سادة مشاهدينا في كل مكان. حلقة فوقان، حلقة روقان. كابتن حسام معانا. حبيبي يا شيخ، الله أجمد كوفي ترينر في مصر بجد، حاجة كده يعني أنا بحبه. شخصية حبيبي جميلة. والله حابب اشكرك طبعا، واشكر قناه بي ان سي على الاستضافه الجميله دي. ان شاء الله احنا النهارده عندنا ثلاث، يعني القهوه مرت بعصور كتير، احنا النهارده عندنا ثلاث امواج للقهوه احنا محضرينهم، اللي هي الموجه الاولى والموجه الثانيه والموجه الثالثه، اللي هم الثلاث مراحل، الثلاث مراحل، وفي الرابعه ودخلنا في الخمسه وحوارات كده كتير. حلو قوي، بس كل ده احنا هنشوفه النهارده. حلو قوي. اهم حاجه ان الساده المشاهدين ايه، هيعرفوا كل حاجه. يعني يفوق النهارده. يعني جو الكافيهات وبتاعه وجو البراندات العاليه ديت، احنا برضو ايه عايزين ست البيت تتعلم منك النهارده ازاي تقدر تعمل شويه قهوه مظبوطين. وهو ده اللي احنا جايين عشانه النهارده، كل الحاجات اللي احنا هنعملها دي النهارده تقدر تعملها في البيت بكل سهوله بابسط الطرق. أيوة. احنا هنوضح لكم كل حاجه. طب اشرح لنا بقى موضوع عصور القهوه ديت، اول حاجه محتاجين احنا نشرحها. اكيد. وايه اللي انت حاطه على الورق ده برضو محتاجين نشرحه؟ بالطحنات القهوه. طيب يلا. الموجه الاولى للقهوه كانت سلعه، القهوه كانت بتتباع زمان عامله زي الطماطم، الكيلو بكام؟ 5 جنيه هات اشرب اي حاجه، الناس مش فاهمه حاجه. هيلا. طب الموجه الثانيه من سلعه الى ثقافه، خلاص بقى في اسبريسو ماشين، بقى في ثقافه الاستخلاص بتاع القهوه والطحنات والكلام ده كله. ايوه. الثالثه من ثقافه الى تطوير واختراع، خلاص بقى عندنا ادوات الفي 60 والفلتر والكلام ده كله، نخترع في الصباط، نخشن الطحنه شويه، نعامها شويه، الكلام ده كله. أوبا. على حسب، يعني احنا زمان لما القهوه كانت تتطحن غلط كنت ترميها، لا طحنتها غلط، ايه ده؟ في اداه اهي هنستخدمها في هنستخدمها في الاداه دي كده، ما بقاش جدا. في حاجه بتترمي، كل حاجه بتستخدم. ما شاء الله. طب قول لي بقى، يعني دي اول مرحله؟ اول مرحله اللي هي القهوه التركي. طب انا ازاي اعرف البن نفسه، اعرف حلو ولا مش حلو؟ طب شم كده ريحه القهوه. اشم ايه ده، انا فايق من الصبح. القهوة بريحتها يعني بيبقى ليها كده ريحة مميزة، لما بتقعد شوية بتكرف أو بتكتم، فأنت بتعرف إن القهوة دي لا قديمة، دي بقى لها شهرين ثلاثة من الريحة بتاعتها. حلو جدا. تاني حاجة، لو هي مثلا مش فريش ما بتلاقيهاش بتطلع معاك الوش اللي أنتوا اللي إحنا محتاجينه. الناس بتقول إن القهوة سلام، هي لها علاقة لما بتبقى فريش بالظبط، لو القهوة مش معاك فريش تلاقيها ما تطلعش معاك وش أو تطلع معاك تيست حلو، فلازم القهوة تبقى فريش عشان تبقى في كل حالاتها. هو ليه القهوه اللي بتيجي من بره، وجاوبني في دي يا صاحبي بالله عليك. عليا والله. يعني حماتي وهي جايه من دبي لازم تجيب لي القهوه، انا بلاقيها مختلفه عن هنا خالص، ايه الفكره؟ ما هي الفكره؟ يعني وعلى فكره سعرها عادي جدا بره، بس مش عارف طعمهم بيبقى متغير تماما، وطعمي احلى بكتير قوي من هنا. ايه الموضوع بقى؟ عايزك تقول لي الحته دي. هو بصراحه احنا عندنا بس هنا في يعني الكواليتي في القهوه يعني حلو تمام. لكن بره الامكانيات اعلى، يجيبوا قهوه نظيفه، يجيبوا الجرين بينز بره، لا حاجه تانية مختلفه خالص. ولا ده في فرق في التحميصه والحاجات ديت والتحويجه نفسها، هل بتفرق الكلام ده برضه؟ هي كلها عناصر مرتبطه ببعض، ولكن الاهم الجرين بينز الاول، الخامه اللي عندي الاول. الخامه. وبعد كده نقدر احنا بنحضر هنا في مصر كويس بينز جدا. موجوده معاك صح؟ انا كنت شايفها هنا. احنا عندنا هنا البينز. ده متحمص صح؟ ده متحمص جاهز على طول وسط. الله، شكله جميل، شكله جميل وريحته حلوه قوي. انت ودي اللي بتطحن فيها؟ ديت المطحنه برضو سهله كده بسيطه في البيت، فاهم؟ تحط فيها القهوه اهي من فوق ماشي وتطحن. القهوه دي موجوده احسن؟ ده موجوده، انا عشان كده جايبها النهارده. بجد؟ اي حد هيجيبها هيطحن، وفيها درجات اهي. الصفر انت كده قافل المطحنه، فتطحن لك الطحنه الناعمه خالص اللي هي التركي. لا ممكن اشوف عملي؟ وانت طبعا يلا بينا، عايز نطحن ايه؟ اللي انت عايزه. انا ما عنديش مشكله، يعني احنا دلوقتي احنا كنا هنعمل النهارده اداه اللي هي اسمها الفي 60 دي. فاحنا نطحن ايه مثلا؟ طحنه خشنه. خلينا في طب ما تخلينا في النعمه. خلينا في النعمه. اللي هي الناس كلها. يلا بينا. يعني دي موجوده في اي محلات ادوات منزليه تلاقيها موجوده؟ موجوده، وكمان في اكتر من نوع ليها، يعني حلو قوي، بتبقى بكواليتي بقى. بس احنا جايبين ايه؟ ماشي. اللي هي اخر حاجه. حط شويه كده ونقفلها هي بالراحه خالص، ونبدا ان احنا ايه نطحن. بس طبعا عشان هي تركي فهتاخد ايه منك وقت كده كده. مطاحن القهوه التركي بتبقى مطاحن عمليه وكبيره جدا، بتبقى في البراندات الكبيره، لكن دي هي ايه هتاخد ايه وقت، هفضل اطحن في الاخر. بص كده الطحنه، هات ايدك. طيب ولا يهمك. لا ولا فاهم، والمس كده بايدك. ده القهوه خير اهو. وفي يا ابن اللذينه. لا ولسه هتطحن، لسه في كميه، انا لسه ما طحنتش. ده اللي نزل. خلاص، ما الحبوب لسه زي ما هي اهي موجوده. صاحبي انا عايز اشرب قهوه. يلا بينا، احنا هنعمل اول حاجه اصلا القهوه التركي. كل ده عشان اشرب القهوه؟ لا بص، يلا يا كابتن حسن. طبعا الناس عندها مشاكل كتير قوي في القهوه التركي، فاحنا ايه النهارده موجودين عشان نحل القهوه التركي ازاي.
شيف حسام هيعملها لنا وهيروقها لنا ان شاء الله. طيب. بسم الله. احنا جايبين السبرتاي بتاعتنا عادي جدا. السبرتاي دي موجوده في اي مكان. اسمها ايه؟ ما رضيتش اجيب ولاعه. احنا مشبوري على طول. طيب. ان شاء الله محضر عدته كلها. الكنكه اهي. بتشرب قد ايه بقى؟ قهوتك ايه؟ انا مظبوط يا سيدي. بس مظبوط. معلقه. ماشي. ثانيه. ريحتين ده هنا. بتشرب بسكر؟ حاجه قول لي بقى موضوع السكر، يعني بتفرق في القهوه وبتفرق في الفوقان بتاع القهوه، يعني مثلا انا بحب اشربها اللي هي بيقولوا على الريحه. دي احلى حاجه ولا المزاج؟ يعني تعرف من حس يعني قوه القهوه. في ناس بتقول لك لما تحط عليها سكر فالكافيين بيقل او تزود ميه او تزود لبن. لا، هي كميه الكافيين اللي موجوده في الشويه اللي احنا حطيناهم دول موجودين. حطيت لتر لبن، لتر ميه، خلاص انت كميه الكافيين دي هتوصل لك. هتوصل لك. اوكي يلا بينا. ماشي. يستاهل يا صاحبي؟ لا لا مش عايزين. طيب السكر. السكر؟ طيب خلاص انا عايزه مش عايزه. بس هي كده كده على الريحه اللي هي بتبقى سنه سكر كده. مش مشكله. طيب في العادي خالص اصلا في القهوه التركي احنا بنفضل نقلب لحد ما السكر يدوب. احنا كتر ما بنقلب القهوه غلط وبنستخلص حاجات من القهوه احنا مش محتاجينها. فاحنا بنقلب ازاي؟ احنا بنقلب لحد ما القهوه والسكر يدوبوا وخلاص انا خلصت. ما افضلش اقلب كتير. بالظبط. لان ده غلط على القهوه وبيأثر طبعا على الوش. وهل علاقه الميه الساقعه تبقى موجوده في ال؟ هقول لك، انا جربتها بميه سخنه، بميه بارده، حطيت تلج كله طلع معايا بوش. يعني الحاجه دي مالهاش مقياس حرفيا. الناس تقول لك لا لازم تلجها عشان تستوي براحتها. ايوه. لا مش شايف ان هي محتاجه تلج او حاجه. هي افتكاسه. جربتها بالظبط، يعني هي اشاعه وطلعت على الكل. فجربت. مش عارف الناس كلها صدقتها. انا لازم اجرب يعني. طالما في القهوه لازم اجرب. انا هاخد منك الكلام. لا لا تقلق، احنا اهو احنا حاجه عمليه اهي دلوقتي. نهار ابيض. إيه ده، انا فاكر التلج ده هو اللي بيطلع الحاجه بوشي بقى وبتاع. لا لا خالص، هو الفكره من التلج حتى الناس اللي بتستخدم تلج هو بيبطئ عمليه التسخين. طب انت بتبطئ عمليه التسخين ليه؟ هي ليها مده معينه من 3 دقايق ونص مثلا ل 4 دقايق القهوه بتفور خلاص، واحنا هنا مش بنستناها تفور. طب النار بتكون هادي جدا. بتكون هاديه. زي ما لو ما عندهاش سبرتايه بتعليها بتهديها على النار خالص وعلى البوتاجاز عادي جدا، يعني مش هنحتاج اي حاجه تاني. بس انا كده انا مستنيه لحد ما تفور. بس بقى ممكن تشرح لي بقى انواع القهوه؟ ايه الفرق بين السرياوسي وال يا نهار ابيض والسكيتو؟ بعد اذنك. ايوه. طيب احنا طبعا باختلاف السكر اللي احنا بنحطه الناس بدات تطلع عليها مسميات. يعني انت لسه قايل لي من شويه انا عايز على الريحه. على الريحه دي بتبقى ايه؟ سنه سكر كده بس جدا. انا كده اللي هي على ريحه سكر. ايوه. الساده بتبقى ساده. في ناس قالت ساده سكتو ليه؟ في وسط الراش تايم في الكافيهات او البراندات الراجل ينادي عليه انا عايز قهوه ساده فيفتكر ان هي زياده يعملها زياده. لا خلاص ساده سكتو. ساده سكتو. انا خلاص انا منعت الموضوع ده خلاص بقت ساده سكتو. حلو. يعني ساده سكتو جايه من كده. سكتو ما فين غير خلاص. حلو. لكن ساده من بعيد بيفتكرها زياده. بعد كده على الريحه. بعد كده على الريحه. بعد كده مظبوط. بعد كده معلقه مثلا او معلقه ونص سكر. بعد كده المانو معلقتين سكر. وبعد كده بقى الزياده 3 معالق واربع معالق. سرياوسي دي بقى معالق كتير سكر. سرياوسي ده مربى على طول. وفي ناس كمان عملوا قهوه كراميل اللي هي فاهم سكر سكر اعلى يعني فوق. مش عارف دي ايه لازمه القهوه كده بقى؟ مش فاهم. ملهاش اي طعم بصراحه خالص. انا شايف ان القهوه ليها يعني ليها شخصيتها. مش بحب احط عليها حاجه. انا من الناس ما بيحبش يشرب القهوه حوجة خالص. طيب عايزين انا عايز اشوف بس معانا مدام دعاء. ازي حضرتك يا مدام دعاء؟ الو مدام. السلام عليكم يا مستر الابداع. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا مدام دعاء؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. شكرا لحضرتك على تلبيه طلبي. الله يخليك يا ست الكل. تسلمي والله. تسلمي. الله يخليك. شكرا. وسلامي للضيف المبدع الاستاذ شفيان. الله يخليك. الله يخليك. ربنا يحفظك يا فندم. الله يخليك. الله يخليك. هو كان ليا سؤال بس بعد اذن حضرتك. طبعا. بالنسبه للبن، هو البن ده مشروب منفرد بنفسه ولا ممكن نكون منه مكسات؟ حاضر. يعني مع حاضر. ماشي. اخلي شيف حسام يجاوبك عليه. حاضر. شكرا حضرتك جدا. اتفضل. القهوة طبعا ينفع يتعمل بيها مكسات ولكن مش القهوة التركي. لكن الاسبريسو زي ما هنشوف النهاردة هنعمل منه مكسات كتيرة جدا لحد ما نزهق منه. حلو أوي. لكن القهوة التركية معروفة بتاعت زمان بقى، بنصحى من النوم نشربها بتاع مش بيتضاف لها حاجة. ما فيش غير اللبن طبعا بتبقى فرنساوي كده. لكن انا بتكلم على القهوة ذات نفسها كده عادي. حلو. لكن جدا. لو حطينا لبن بتبقى قهوة فرنساوي. القهوة البندق بتبقى ليها برضو بروسيسنج معينة. اصل انا بستغرب بلاقي ستات كتير قوي اصل انا ما بعرفش اعمل قهوة. هو ليه ما بتعرفش تعمل قهوة؟ ما هو انا يا جماعة عايز اقول لكم انا خلصت. يعني انا حطيت معلقتين قهوة المية وقلبت مش هقلب تاني خلاص. هي هتفور يعني مش هتوصل لمرحلة الفوران وهصبها قدامكم وهتطلع بوش وهتطلع حلوة. الفكرة بس في المعيار
المعيار بالظبط. تظبط المعيار. في حاجة مهمة قوي، ما ينفعش تكون أنت مزود المية على الآخر وتحط كمية بن قليلة، ولا هتطلع معاك بوش، هتطلع خفيفة، الكلام ده كله. بالظبط. في نفس الوقت ما ينفعش تزود قوي وتقلل المية، هتطلع معاك تقيلة قوي. وما ينفعش تزود على النار عشان تستوب ريحتها. الحاجة الستاندر أو المتعارف عليه بره 8 جرام قهوة على 80 مللي مية. حط ده على ده. بتطلع أيوة. حلوة ومظبوطة. بالمعلقة صاحبي بعد إذنك. بالمعلقة، هي معلقتين زي ما أنا ما حطيتش كده. معلقتين لو عادي ممكن تحط المية هنا وتقوم حاططها كده في الفنجان. بنفس الفنجان أنت بتعمل بيه. بالظبط كده. حلو. على طول. أنت مش، أنت ما تديني واحدة اسبريسو يا باشا ولا يلا بينا. يلا صح. أتمنى تكون المكنة إيه. ده لسه هنسخن. العصاير لسه هيعملوا لكم قلبان دلوقتي. اصبروا. جايب لهم أصلا بص الكوبات اللي إحنا جايبينها. أنا بحب أستثمر فلوسي في الكوبات. بحب انا الكوبايات اللذيذه الجميله دي بتديني كده مود حلو بصراحه. بص جميل، بص الحلاوه يا صاحبي. بص الكوبايه دي بقى اللي طالعه ترند عندي وانا بصب فيها دي. دي كل ما احطها في فيديو لازم يطلع ترند. طب استنى بص، عشان بص دي الكوبايه دي. طب ايه رايك نصب فيها القهوه التركي وهي بتلف كده؟ ماشي. وهي بتلف كده؟ وهي بتلف. ماشي. يلا يلا بينا. يلا بينا يا باشا. طيب. طيب احنا هنا انا قصدت ان احنا نجيب المكنه ديت، لان المكنه ديت منزلي كل الناس منزلي. عندها في البيت. واسهل منها ما فيش، بس اراهنك في كتير قوي ما بيعرفوش يستخدموها. ما احنا هنا بقى عشان نعرفكم تستخدموها ازاي. اتفضلوا. ماشي. احنا بنجيب دوت الهاند بتاعتك، وهنا البورتا فلتر. ماشي. بنجيب القهوه اهو، بس مخلي بالي ايه. انا معاك معاك صح. معاك معاك. ونملى القهوه لحد ما تيجي ايه عند الخط ده. في خط هنا موجود. لحد هنا. تمام. بنملى كده. حلو قوي. ماشي. كلام جميل. هنعملها بس كده عشان ايه؟ رايح بتاعت الحلقه بتاعت النهارده بصراحه. ماشي. وبنسويها كده عادي جدا. كلام. في بقى ايه؟ دوت المكبس بتاعها. المكبس فانت هتحطها كده الاول ايه؟ بتسويها بس مش حلو. اكتر. بتسويها خلاص سويناها. مش بكتبها قوي؟ لا مش بتكتبها قوي، بس يعني بس انا كده انا كتمت. بتشيل طبعا ايه الشويه دول اللي موجودين على البورتا فلتر عشان بتتحرق تحت هنا، انا مش عايزهم، فايه؟ بتمسحهم كده. حلو جدا يا صاحبي. جميل. ده خلاص دي. خلاص دي فارت. طب تعالى يا صاحبي بقى، انت بتقول لي هنا اعمل دي كده. هنعمل دي كده ونصب عليها على طول وتبقى منظرها خطير. بس ايه، هنديها سنه. فالفكره بقى في القهوه التركي ما تفضلش تقلبها كتير، انت بتقلل الكثافه بتاعتها او القوام بتاعها. هل القهوه ليها علاقه، نوع القهوه نفسه له علاقه بالوش او من غير وش؟ ماشي. حلو. سيبها. اتفضل. يلا هنلف ايه؟ هنلف ديت كده. اللفه دي اهي، وننزل بيها كده. وانت بقى تخليك معاه عشان ايه لو راحت خلاص. يا عيني يا عيني. بص بوش الوش كثيف كل. انا ما عملتش حاجه. يعني احنا ما عملناش اي سر صنعه. لو حد يعني بيضحك عليك ويقول لك لا انا بعرف اطلعها بوش احسن منك، ما عملناش حاجه. مفيش اي حاجه. ايه بسيطه يعني، فاهم؟ واحد زي واحد. خلي بالكم يا جماعه، اكاديمي. ها يعني هو الموضوع معاه متعلمه صح واكاديمي. وعلى فكره عايز اتكلم عن الجائزه دي. عشان الجائزه ديت سنه كام يا حس بقى؟ 2022. حصل على المركز الاول لمسابقه الباريستا 2022. ما شاء الله ما شاء الله. 2023 كنت اسرع باريستا في مصر، خدنا جائزه اسمها كراش ذا رش. ما شاء الله. السرعه يعني درينكات في اسرع وقت على طول. مش على الانستغرام خرب الدنيا. ما شاء الله عليك. جائزه جميله والله. مبروك. طيب الله يبارك فيك. بعد خلاص ما عملنا هنا القهوه وسويناها كويس اهو، او احنا هندخلها في المكنه. هو بيقول لك ايه، تعالى من هنا لهنا اهو، هو مشاور لك عليه اهو. بتقفل اهو. عندنا هيك كوبايه جميله. باينه يا صاحبي عندك صح كده؟ اتفضل كده باينه قدامكم. بس كده باينه صح. ماشي اهو. هنحطها هنا وهندوس على الزرار مثلا ايه الدبل. احنا هنشرب مثلا ايه الدبل. بتبدا ان هي تجمع مع نفسها. السكر بيتحط بعد ما بتخلص. عندنا مشكله بقى في قصه السكر في الاسبريسو دي، وهقول لك عليها. لان الاسبريسو بالذات لو حطيت له سكر بيمرر وبيبقى طعم وحش. انا هخلي حضرتك بدوء دلوقتي. لازم الموضوع ده لازم تخلي بالكم منه. بيمر على فكره يا جماعه. مش يعني في ناس بتقول لا حرام تحط سكر على القهوه. انا مش انا معاك، مش قصه. ولكن تيجي تحط على الاسبريسو سكر يطلع لك مر، يبقى مر. برضه هنا ليها علاقه بان القهوه فريش. لو ما ادكش كريمه كده اعرف ان انت جايب قهوه قديمه او الطحنه بتاعتك فيها مشكله. شايفين بقى، سامعين بقى الحته دي؟ يعني بص هو نازل اهو كريمه ما شاء الله. بالظبط. خطوات التزوج بقى ايه دلوقتي؟ هو لسه نازل دلوقتي حالا. سخن جدا، لو انت شربته هيلسعك. فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب المعلقه تقلبها. ايوه الاول. وتقربها من على مناخيرك عشان تشم الريحه. يعني قرب كده وشم، هتلاقي ريحته حلوه طبعا.
بالظبط. فعشان كده احنا ما بنشربوش على طول، فبتبدا تدوق ايه واحده واحده بحيث ان هو يعني يهدى شويه. انا مش بشربه على طول يا صاحبي، المهم كده. اصل طبيعه اي حاجه وهي سخنه تيجي تشربها تلسعك. طب يا جماعه انا عامل الحلقه دي عشان ده. لا احنا قدامنا هنعمل شويه حاجات كتير قوي النهارده. يلا بينا. ماشي. فهنا كانت الموجه الاولى للقهوه اللي هي كانت سلعه، خلاص القهوه كانت قهوه بتتباع خلاص. طب احنا عارفين حاجه عنها؟ لا. بعد كده الموجه الثانيه بقى اللي هي من السلعه للثقافه. الثقافه بقى عندنا ثقافه اكتر. طب نروح هناك من الثقافه الى التطوير والاختراع، خلاص ده احنا بدانا نتحكم في القهوه كويس قوي من الالف للياء. هات لي اي نوع قهوه موجود، لا احنا نقدر نسستمه لك بالشكل المطلوب. طب يا ام حبيبه عايزه تسالك عن سؤال عن القهوه. طبعا. يا ام حبيبه السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا ام حبيبه؟ ازيك يا سيد محمد عامل ايه؟ اتفضلي قهوه معانا. ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله يخليك يا ست الكل، اخبارك ايه؟ بقولك ايه، انا بشتري القهوه على طول من عند الراجل. ايوه. وبقول له عايزاها خام على طول بيداني، بعملها بتبقى خفيفه وملهاش وش على طول. ايوه. هتلاقي الشيف حسام هيرد عليك حالا دلوقتي. حاضر. حاضر. بتشتري قهوه؟ ايوه. بتشتري قهوه وما بتطلع وما بتطلعش بوش، بتطلع بتطلعش مظبوطه. أيوة. هل بقول لك نوع القهوه بقى ليها علاقه؟ بالظبط صح كده. ان نوع القهوه اللي حضرتك جبتيه ما كانش فريش، كان بقاله فتره كتيره. القهوه فيها عناصر كتيره قوي مختزنه بالداخل، منها غازات وزيوت واحماض سكريات الكلام ده كله. لما القهوه بتقعد بره الحاجات دي بتجري، بتروح تتنافر من حبايه القهوه، فتيجي تستخلص او تحط عليها ميه ما فيش حاجه، كل حاجه جريت. هتطلع لك وش ازاي؟ هي دي الفكره. يعني لازم تجيبي من ناس موثوق منهم البن او القهوه. بالظبط. ناس عندها حرق كتير بحيث ان هي مش هيبقى عندها مجال ان هي يبقى عندها قديمه. بالظبط. ما عندهاش متخزنه. وفي نفس الوقت نجيب من ناس معروفه، يعني ما نجيبش من حد مش معروف ونرجع نلوم نفسنا ليه القهوه او كذا او كذا. طيب نروح للموجه الثالثه. دي المرحله الثالثه بقى يا جيمي. ديت الفي 60 مكونه من قطعتين، الدريبر والسيرفر. ده هنا السيرفر وده هنا الدريبر. طيب بعد ما نركبه هنا في فلتر ورق بيتحط هنا موجود معانا هنا عشان يصفي القهوه هنا كده. بالظبط. هناخد فلتر دلوقتي ونعمل. عايز ايه ده؟ حراري. اوكي. القهوه دي هتعجبك قوي. ماشي. اهو الفلتر بتاعه كده. نبدا ان احنا نفتحه. نفتح كده. ماشي. ونحطه تمام. ونحطه جوه الاداه. ماشي. بالشكل ده. ونبدا نبله بقى بالميه السخنه عشان احنا هنطحن قهوه دلوقتي ونحطها هنا، ننزل عليها بالميه السخنه، فالقهوه هتنزل لك من هنا. ليه دلوقتي بنحط على ده ميه سخنه؟ بالظبط. الفلتر الورق ده مصنع من الخشب، ولو حطينا القهوه زي ما هي عليه كده وعملنا عليها القهوه هتكرف. احنا دلوقتي لما نبله بالميه السخنه هتلاقي ان دي ريحتها خشب، فانا لازم اطلع ريحه الخشب دي الاول. بالميه السخنه. بالظبط. وبعد كده ببدا ان انا اشرب القهوه. حلو قوي. فالقهوه بتنزل هنا، بتبدا تنزل هنا يا حسام، بتحط بقى على النار بقى تاني؟ ايه؟ بتحطها على النار؟ لا 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 خلاص. ميه سخنه يا صاحبي. يا ريت. طبعا هي بتتعمل بميه سخنه وممكن الكاتل ده نستخدمه عادي في البيت. لا انا هاخد الكاتل بتاعك. طبعا الادوات دي بتبقى حساسه بس شويه، فلازم اظبط لها درجه حراره. يعني انا مثلا عامل على درجه حراره. انت الكاتل بتاعك بدرجه حراره. بالظبط. طب ليه مثلا بتحكم في درجه الحراره؟ لو احنا هنعمل دلوقتي سكر سيرب اللي هو ميه وسكر. حلو. لو عملته بميه بارده دلوقتي هتفضل تقلب في السكر قد ايه؟ فتره كبيره. كتير. لكن لو ميه مغليه هتنزل تحرقه، فانا مش عايز القهوه تتحرق ولا عايز افضل اقلب فيها كتير. طب تظبط درجه حراره معينه. بالظبط. على حسب برضو ايه القهوه اللي انا بستخدمها. ماشي. انا خلي بالكوا هنعمل قهوه تانية انواع كتير. بص الوش لحد دلوقتي لسه موجود، مش هيروح. لسه موجود. ما بس عشان يا جماعه الناس والحاجات اللي موجوده على السوشيال ميديا ما فيش حد مش هيروح برضو مهما حركناه مش هيروح. ايوه على فالناس اللي على السوشيال ميديا اللي بتقول لك لازم تلج عشان مش عارف ايه، احنا معانا انا بقول لك حد اكاديمي في الموضوع، وانا جايبه النهارده عشان اللي في حوارات كتير جدا لسه هنتكلم عليها ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. ايه دي جاني كده؟
الخشب اللي طلع. رجعنا تاني بعد الفاصل. اهلا بيك طبعا معانا يعني الكابتن حسام الشيف الكبير الاكاديمي. في ريحة خشب واضحة، خشب واضحة جدا من التصنيع بتاع الفلتر، فده لازم نبله الأول بمية سخنة عشان ما يكرفش على القهوة. حلو قوي. المية اللي تحت دي اللي احنا غسلنا بيها، ديت اللي احنا ايه؟ خلاص بقى مش هنحتاجها صح؟ مش هنحتاجها بالظبط، بنسيبها في حاجة تانية عشان القهوة هتنزل. حلو. هنا خالص. أنا عايز بس أشوف أوريكم الطحنة اللي أنا عملتها، وسام اداني شوية قهوة أطحنهم. الله. إيه رأيك في ريحتها؟ بقول لك إيه أفضل نوع قهوة؟ حلو. نوع القهوة اللي هيناسبني مش هو نوع القهوة اللي هيناسبك، بمعنى ان القهوة أذواق. احنا دلوقتي شربتك نوع قهوة، ممكن تقول لي هو وحش، انا عادي، انا مقتنع عادي، لان الأذواق مختلفة، فهي نوع القهوة يعني مختلفة من شخص للتاني، ولكن معايير الكواليتي لو القهوة قديمة لا كده القهوة دي وحشة. طيب معلش بقى اعرف منين القهوة القديمة من القهوة، لان حسام عمال يزيد ويعيد في الموضوع ده، اعرف منين القهوة الحلوة من القهوة المكمكمة صاحبي؟ جميل. القهوة القديمة او المكمكمة ولا بتطلع لك وش، طعمها بيبقى كارف كده او مكتوم شويه. ايوه اعرفها منين يا صاحبي؟ نفسها اشمها ولا اعمل فيها؟ بتشمها، وغير لما تعمل القهوه مثلا التركي تلاقيها ما طلعتش معاك بوش، يعني احنا لما شربنا من الكوبايه دي الوش روح، هي هتطلع لك بالوش ده من اول مره تعملها فيها من غير وش خالص. كده ده كده بتعرفها منها، تعرفها من الريحه بتاعتها. ريحه القهوه وهي مطحونه يا جماعه بتبقى ريحتها حلوه قويه، لما مجرد ما بفتح الكيس بس او افتح البرطمان اشم الريحه تشمها. تقفل بقى على طول، ما تفضلش سايبه مفتوح. حلو قوي. طيب احنا طحنا القهوه. يلا بقى ايه نحطها كده هنا اهو، احنا هنحط مثلا ايه 20 جرام ونبدا نصب عليها. ديت على طريقه الامريكان فلتر، ولكن اسم الاداه دي هي اسمها الفي 60 عشان على شكل حرف في ماشي، وعلى شكل ما هي صح، مش زي الماشين يعني، هي زي ماشين الامريكان بالظبط صح، ولكن دي بقى بمزاج، لو انت ايه مش حابب ان انت تدوس على الزرار والقهوه تنزل لك، انا لا انا عايز انا اعملها بالظبط. تفضل تنزل الكميه هو بالكاتل بتاعنا في المنتصف كده، ونبدا ايه نقلب. مده الاداه دي من دقيقتين ونص لثلاث دقائق. حلو. فنبدا دلوقتي هتبدا تنزل القهوه تنزل بالظبط. نزلت ده. بتسخنها بقى تاني ولا خلاص؟ لا ما هي عشان السيرفر ده ازاز على طول بياخد درجه الحراره اللي هي نازله، فبيفضل سخن. بتفضل سخنه معايا. وغير ان احنا فلترنا البيبر فلتر ده بميه سخنه، فهي اصلا كانت سخنه من الاول. شايفين اهي بتنزل اهي. بتنزل اهي. عايزين بقى نجيب فنجان من هو ابو 1000 جنيه انت جايبه ده؟ 850. والله حسام مضيع فلوسه كلها على الفناجين جدا. بس انت بتجيبها منين؟ من هنا من مصر ولا منين؟ من اول لما بكون في اي مكان الاقي كوبايه حلوه عجبتني يلا بينا على طول. ما شاء الله. بالظبط. حسام انا تعجبني في حته ان انت حابب الشغلانه، انت تحب شغلك. يا مزاج بصراحه. لا انا بشوفك حتى لما بشوف الفيديوهات بتاعتك او الريلز بتاعتك، انا بشوفك انك بتحب شغلانتك. ودي بالزبط. احلى حاجه ان حسام يوصل في السن ده يا جماعه ويعلم ناس كتير جدا في حاجه. انا ببقى والله ببقى مبهور بيك بجد يعني. ما شاء الله عليك والله. طب انت فاتح حاجه لنفسك اصلا؟ اصلا في مشاريع كتير اصلا موجوده لناس. طب بتروح طبعا انا عندي اكاديميه تدريب اسمها ايجيبشن باريستا سكول. ايوه وعندي محمصه قهوه انت المحمصه انا اللي بجيب القهوه الخضراء واحمصها. اكاديميه التدريب الناس بتجيلي من الالف للياء، خلاص انت طالع، انت في مدربين محترفين موجودين معانا ما شاء الله. بالظبط. واحنا اغلى سعر بقى على ماكينه الباريستا نفسها وكل حاجه من الالف للياء للياء. ما شاء الله يا عم عادي براحتك. ده ايه ده؟ احنا هنعمل ايه هنا دلوقتي؟ احنا انا خلاص انا هصب. انت دلوقتي عماله تصب؟ ده ما شاء الله. انا بصب 300 مللي ميه، بصبهم مثلا على اربع مرات، 50 مره 100 في 100 في 50. هو انا ممكن احط حليب هنا سخن؟ لا هي ميه بس على القهوه عشان ميه بس. الحليب لو وصل لدرجه الحراره اللي انا ما حطيتها للميه هيتحرق، وطبعا الحليب لما بنسخنه زياده عن اللزوم في بروتينات وكربوهيدرات، الكربوهيدرات دي بتتحرق والبروتينات بتتكسر فيدي معاك طعم مراره، فتقول ان القهوه وحشه لكن انت اللي مسخن اللبن غلط. طب انا ممكن بعد ما معلش يا حسام اشيل دي اشيل ده كده واحط عندي ميه حليب سخن هنا؟ لا برضه، لان القهوه دي اصلا خفيفه، احنا لما ندوقها دلوقتي مش مستاهله ان احنا نحط عليها لبن، لكن الاسبريسو مثلا ممكن. لا هو تقيل تقيل فممكن يتحط، لكن دي لا مش هيبان اصلا طعم اللبن او القهوه هتبقى خفيفه زياده عن اللزوم. الشخص العادي له كام فنجان قهوه في اليوم؟ يعني انا شايف ان انت مثلا اول ما تصحى من النوم وتفطر اشرب لك كوبايه، في نص اليوم اشرب لك كوبايه، ليه؟ الكافيين دلوقتي انت مش بمجرد ما شربت كوبايه القهوه انت هتفوق في نفس اللحظه، انت ممكن تنام عادي.
بي 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 يعني الكافيين بيبتدي يشتغل امتى؟ من بعد 20 دقيقه. ايوه. من عند 4 ساعات لـ5 ساعات بيبقى في عز الكافيين، مثلا ممكن نقول من 80 لـ100%. انا اعرف في ناس بتشرب قهوه وتنام يا صاحبي. ما انا عشان كده انا بقول لك الموضوع ده. ومن بعد الـ5 للـ6 ساعات الكافيين بيبدا ينزل. القهوه بقى ايه؟ خلصت قهوه زي ما احنا شايفين. بنبدا ان احنا نشمها. شم كده ريحه القهوه عامله ازاي؟ فظيعه. نفس الكلام برضو في التذوق في الاسبريسو، هي سخنه قوي، فبنعمل ايه؟ بنحط كده شويه صغيرين، ماشي، نفضل نقلبها كده بحيث ان هي ايه تاخد درجه حراره الكوبايه، وندوق واحده واحده كده بالراحه. هتلاقي ان هي طعمها خفيفه شويه او وسط، بس مديك الجمال، فيها سكريات عاليه جدا. أوه. من غير ما احط اي سكريات، هي دي بقى السكريات اللي انا بتكلم عليها في القهوه. جميلة. لا حاجات حلوة جدا. الله ينور عليك، أنا مش هنام لمدة 5 أيام كده. لا لا مش للدرجة دي. طب أنت عارف إن الأمريكان ديت أو الطريقة الأمريكية ديت بتبقى صحية أكتر، ليه؟ لأن القهوة كلها بص في الفلتر، اللي نازل لي ده 99% منه مية. أنا 1% قهوة. فمش هتأثر على شد ولا في أي حاجة. ديت أنت تشرب منها 3 مرات في اليوم، 4 مرات عادي مش مشكلة. فاهمني؟ بتفوق طبعا. بتفوق فيها كافيين عالي. دي فيها كافيين أعلى من الإسبريسو. ده حسام بيقول لك فيها الكافيين اعلى من الاسبريسو يا جماعه. والتركي القهوه التركي فيها كافيين اعلى من الاسبريسو والاداه دي كمان الفي 6. طب ما تعملينا واحده مظبوط. يلا كده يلا بينا. يلا صح، هي نفس الطريقه. طيب الاستاذه مياسه من السودان. سلام مياسم. استاذه مياسم، يا استاذه مياسم. استاذه مياسم السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. انا من اسد معجبينك. ربنا يخليك يا رب، شكرا ليكي. الله يخليك يا ست الكل. ليك اي سؤال؟ بس يلا، القهوه لما نعملها بتفصل مني. ليك ايه يا فندم؟ بتفصل لما بتعمل القهوه. استاذ ياسر من السودان بتقول لك لما بتعمل القهوه بتفصل منها. طب بتفصل في انهي اصل الفصلان ده؟ في الاسبريسو ولا القهوه التركي ولا ايه؟ انت بتعملي ايه على انت قصدك على القهوه التركي اللي شيف حسام بيعملها دلوقتي؟ ويعني ايه بتفصل؟ يعني مثلا في الاسبريسو ده بيبقى مكون. ايوه لسه على الهوا. اه بتقول لك على القهوه، بتقول لك القهوه التركي. القهوه التركي بتفصل يعني. ما لاحظتش. يبقى ده من يبقى ده من نوع ممكن النوع. يعني من نوع، وغير ان الطحنه ممكن تكون خشنه لان القهوه التركي بتبقى انعم حاجه. اسمعي بقى، اسمعي الشيف حسام بيقول لك الطحنه نفسها ممكن تكون خشنه، فممكن هي بتحس فينا. ايوه في قهوه كتير بنشربها يا حسام في البيوت، بتلاقيها مخرزه وبتلاقيها بتلزق في السقف كده. الله ينور عليك. شايف انت الطحنات اللي هناك دي؟ ايوه دي فيها خشونه. انت لو لمستها كده بايدك او حط كده اصبعك كده عليها فيها خشونه، فالطحنه دي غلط. الطحنه دي فعلا انت تشربها تلاقي فيه خشونه في بقك، فاحنا لازم نطحنها ناعم. ايوه، وبعدين بتخلي المزاج مش حلو صراحه. بالظبط، وغير كده القهوه مش بتستوي. مش بتستوي لان الطحنه مش متساويه، لازم كلها تبقى متساويه بالشكل ده عشان أوي. كله ياخد نفس النتيجه. حلو قوي. انت دلوقتي بتعمل احنا عملنا قهوه مظبوط. المظبوط بقى قول تاني بقى، بتجيب الفنجان الميه عشان الستات يا جماعه اللي فاكرين الموضوع صعب وخزعبلي. هو الراجل بيشرحها بكل تفاصيلها. هي بتجيب نفس الميه، نفس الكوبايه انا حطيتها ميه. وميه سخنه يا جماعه، ولا ثلج ولا ميه ساقعه ولا ميه سخنه والله. هي بالحرفيه. حلو جدا ماشي. معلقتين قهوه، واحنا عملناها ايه مظبوط. انا حطيت معلقتين قهوه. معلقتين قهوه ماشي. وحطيت معلقه سكر وقلبت لحد بس اما السكر يدوب. لو بس السكر دب بس شيل المعلقه واستناه لحد اما ايه تطلع معاك. ما تفرش، لو فرت مش هتعمل وش. فهي قبل مرحله الفورات. هنصب في ايه يا كابتن حسام؟ هنص صب هنا. عندنا مجموعه انواع كوبايات كتيره اللي احنا عايزينه. دخلنا في المصري يا باشا. بس احلى بلد زرتها ايه كانت وفيها القهوه عاليه قوي او عجبتك وكيفتك في القهوه؟ هو انا لحد الان ما طلعتش بره، بس ان شاء الله الفتره الجايه. ولكن القهاوي اللي انا جبتها من بره، اللي من بره القهوه اللي انا كنت داخل بيها مسابقه، احنا كنا جايبين كيلو قهوه بحوالي 8700 جنيه عشان نخش بيه مسابقه. 8700 جنيه بس انا مش هجيبه كل يوم، انا جايبه لاغراض معينه. حلو قوي. طب ده اصلا ده بلده ايه اصلا؟ دي كوستاريكا. ده بلد كوستاريكا؟ لاتين امريكا. اوكي تمام. فدي في لاتين امريكا من منطقه اسمها كوستاريكا بتزرع القهوه. التحميصه دي انت اللي عاملها؟ ميديم. ميديم. احنا عندنا القهوه زي ما قلت لحضرتك فيها عناصر كتير. لو ما اتحمصتش ميديم، بعد الميديم بقت محروقه اللي هي الدارك او الميديم تو دارك او القهوه الغامق يا جماعه. بتبقى مرره قوي. بالظبط، بتبقى مرره. طب لو هي فاتحه بتبقى لسه مش مستويه كويس في التحميص. فاحنا الميديم الحاجه ايه المتناول عليها او المظبوط منها، يعني ديت في الامان منه. يلا بينا. طيب
انا بقى فين بقى يا باشا الحاجات دي؟ انا عايز دي دول، يلا بينا نفرش بيهم الدنيا. احنا ما عندناش غير دول دلوقتي. اين الاسبانيش لاتيه يا شيف حسام؟ واين الايس لاتيه؟ احنا عندنا حاجات غير الاسبانيش لاتيه، حاجات كتير قوي. فين بقى الحاجات اللي بنصرف، اللي الناس بتصرف عليها كتير قوي ديت؟ عايزين نشوفها. لا يلا. دي هنا بكل، حتى الاسبانيش لاتيه انا عملته في البيت، يعني حتى اللبن المكثف او الكوندنسد ميلك اهو انا عامله اهو في البيت، وتقيل ونفس القوام بالظبط اللي عامله. بالظبط، ما كلفنيش لبن بودر، سكر، لبن، حاجات عاديه خالص تقدر ان احنا نعملها في البلندر وقلب الاثنين كلهم مع بعض. يا سلام، هنعمل عليه تيست يا كابتن. يلا بينا. عايز بس هنقلبه كويس. هنقلبه حليب المكثف عشان هناخد الطريق منه دلوقتي. بالظبط. ادوه الاول. بيبقى مع القهوه تحفه. قوام حلو جدا. يا ابن اللعيبه. ايه ده؟ ده بجد؟ طب هتديها مقادير؟ على فكره ما يفرق، ما يف... ده انا عليا ليك، ما يفرقش حاجه عنه عن اللي موجود في السوبر ماركتات خالص. والله خالص بجد. والله خالص، كقوام وكتاست. طب قول لي، طيب المقادير؟ احنا عملناه بسكر بودر، وعملناه بلبن، عملناه، حطينا عليه ايه تاني؟ ممكن نبقى هكتب لكم المقادير. هنكتبها لكم. كله في الخلاط، اتضرب في الخلاط، كله في الخلاط، نضربهم بس كويس لحد ما ياخد القوام بتاعه ده. ماشي، انا هعرف لكم والله المقادير بالظبط من. لا لا، سهله خالص، حاجات كلها احنا مستخدمينها في السوشيال ميديا. بالظبط. يلا طيب، خلينا نعمل الحاجه الاول اللي هو البيزك الايس لاتيه، اللي هو تلج ولبن واسبريسو. حلو، انا اجيب لك التلج. ماشي اوكي. ده والله العظيم ده حسام جايب لنا تلج. انا جايب كل حاجه معايا. يعني ايه يا عم؟ داخل ايه؟ ولا في داخل مسابقه مش هجيب كلمه تلج ده، حرزوا التلج ده يا شباب. طيب يلا، التلج اهو. انا معانا اهو الايس لاتيه، شفت انت اللاتيه السخن؟ هو هو بس ساقع، اللي هو اسبريسو ولبن وتلج. ماشي، أوه. شوفوا بقى، اتفرجوا بقى على الحاجات الجميله ديت. يلا اهو، حطينا التلج بتاعنا العادي. ماشي، هنجيب اللبن من غير اي اضافه ولا اي حاجه، هو ده الايس لاتيه البيزك اللي هو ايه؟ ما خلاص ما فيهوش اي حاجه. واخر حاجه بتتحط من فوق هو الدبل شوت اسبريسو، نحطه كده بالراحه عشان يدينا ايه. طب انا عايز في سكر يا كابتن حسن. بنحط سيرب سكر، اللي هو احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنجيب السكر العادي اللي موجود عندنا في البيت وعليه ميه سخنه ونقلبه كويس. طب لو حطيت حليب مكثف؟ حليب هيبقى اسبانيش لاتيه بقى. اسبانيش هو ده اللي احنا هنعمله. يلا بينا. فدوت خلاص كده بقى ايس لاتيه. احنا في برده هنا ايه، سترو، يعني هنقلب برده كده وندوس. لا انا عايز اسيبه كده شويه يا كابتن حسام. ماشي يلا بينا. طيب احنا عايزين الايس اسبانيش لاتيه، صح كده؟ يلا. طيب احنا هو عندنا ايه الميجر بتاعنا. ماشي، هنجيب اللبن المكثف. ايه، خلي بالكم من بنحط 30 جرام، يعني اقل اوردر بيتحط عليه هو 30 جرام. معلقه كبيره. معلقه كبيره بالظبط، او سكوب كده كبير. ماشي يلا باشا. ايوه هات كده عشان هنا ايه. ماشي، الرجاله ادي كده الدبل شوت اسبريسو بتاعنا. حلو قوي. طبعا انا محضر الاسبريسو قبل ما اجي. انا محضر عشان لان الموضوع هياخد مننا وقت، فاهمني؟ طيب، وبعد كده بنقلب الاثنين في بعض لحد ما يتمزجوا كويس قوي. الاثنين مع بعض. بالظبط كده الاسبانيش لاتيه. هنحط بقى تلج ولبن والاثنين دول مع بعض. يلا بينا. طبعا هو بيبقى مسكر زياده عن اللزوم، فاللي ما بيحبش السكريات انصحه طبعا اللي هو ما يشربهوش. تمام. ماشي، انا خلصت. نفس برضه التلج اهو الاول. تلج. برضه هنحط اللبن. لبن من غير اي اضافه خالص يا جماعه على التلج. بالظبط. وبعد كده نحط الاثنين على بعض بالشكل اللي حضرتك شايفاه. يا عيني، ادي. وبقى معانا احسن ايس سبانيش لاتيه تدوق في المكان. الله عليك. بالظبط. فوقان فوقان، خش على اللي بعده. يلا بينا. طيب طب احنا دلوقتي استخدمنا حاجه فيها صوص، لو احنا مش هنستخدم حاجه فيها صوص مثلا او فيها فليفر، انا جايب لك النهارده فليفر تحفه. الله، فشار ده ايه ده؟ ايس بوبكورن لاتيه. حلو جدا. طيب لو احنا دلوقتي هنستخدم السيرب اللي هو الفشار ده، موجود برده في السوبر ماركتات. طب والسيرب؟ ايوه بالظبط، اللي موجود بقى في كل حاجه دول موجوده في السوبر ماركتات، انا لسه شاريهم امبارح قبل ما اجي والله كل حاجه. فدوت سيرب فشار عادي جدا. هنجيب الكوبايه بتاعتنا. اي سيرب ممكن يشتغل؟ بس اي سيرب هو يعني اللي يليق مع القهوه. اللي يليق مع القهوه، بالزبط. يعني ما ينفعش اروح اجيب مثلا فراوله واقوم حاططها مع القهوه، ما يعني تفهم ازاي؟ فهي تجارب.
لما احنا بنحط سيرب او اللي هو الليكويد الميه دوت او السائل بنحطه الاول قبل التلج. هنحط مثلا عشان يفصل يا بابا كوبايه صغيره مثلا. ماشي حلو جدا. ماشي نفس الكلام بقى التلج عليها عشان عارف ليه هيفصل من تحت مهما صب هيبقى فاصل من تحت. هو انت حضرتك عملت شنو عادي ميزان؟ ميزان ده كام كيلو ده؟ لا ده حوالي لا خمسه. حسام بيجيب حاجات كلها ايه اناقه وشياكه والله. طيب احنا مش هخرج من المدينه مش من القناه مش من المدينه. هنحط بقى ايه اللبن بالراحه عشان هيفضل يفصل بالظبط. الجزء اللي تحت هيفضل جولد زي ما هو اهو. طيب وبعد كده الدبل شوت اسبريسو بتاعنا عادي جدا. نجيب الميجور كاب اهو. القهوه مطفور ولا ايه؟ شغاله يا باشا تمام. اوكي احنا طبعا عشان السبرتايه والتكييف شغال فبتاخد وقت. الله الله الله. طيب صاحبي انت ما عندكش كويباب اللي بتلف برضه ولا خلاص كده؟ يا واحده بصوا يا جماعه كده بعد ما حطينا سيره بالفشار من تحت بقى هنا والتلج وهنحط اللبن هنحط بقى الدبل شوت ايه من فوق بقى كده. عندك ايس بوب كورن لاتيه. ايس لاتيه بالفشار. اوعى وشك. بص اصلا منظره عامل ازاي. انت بوظتني. لا منظره تحفه والله. في بقى انا حاجه عايز الله عليك الله ادوقها لك النهارده مخصوص. على فكره احنا ده صعب بعد اذنك قهوتك وتعالى صبها معلش. يلا بينا. ماشي هنجيب اهو. بص دي بص المصري بتاعنا. مصر الجميله اهي. اهو وهنبدا. استاذه ولاء سامعي؟ الو السلام عليكم. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه ولاء ايه الاخبار؟ والله تمام الحمد لله. القهوه سهله ولا صعبه؟ لا سهله قوي. طيب ماشي. بس انا بشتريها عندنا من هنا ما بتظبطش معايا. ما بتظبطش من ناحيه ايه بالظبط؟ فانا بجيبها كده بلقاها خفيفة كده وبتغلي. بتغلي ما بتعملش وش ولا حاجة. أيوة بتغلي كده معايا. اسمعي طيب يا شيف حسام. نفس يلا. النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية إن أنت ممكن تزود كمية المية على كمية قهوة قليلة، بمعنى أنت ممكن تحط كوباية مية كبيرة ولكن أنت حاطط معلقة قهوة واحدة، فاهم؟ الكمية مع كمية المية مش هتناسب. حلو قوي. فتلاقيها برضو مش هتظبط معاك أو مش هتطلع. يعني حضرتك هو بيقول لك أهوت عشان تاخدي بالك من الموضوع ده. ما تزوديش كمية المية. البن لازم تشم ريحته ويبقى مطحون كويس جدا. بالظبط. بتحطي فنجان ميه ده المظبوطه اللي هو لسه عاملها اهو. بص طالعه عامله ازاي. ولا تلج بنقول تاني ولا حقيقيه ميه ساقعه. ميه عاديه جدا خدها من الفلتر واشتغل بيها على طول. بس حط 2 معلقه زي ما حضرتك كده شايفه من معلقه البيت. معلقه البيت مع معلقه سكر ممسوحه كده وقلب وما نقلبش كتير لحد ما السكر يدوب وبس وتستوى لحد ما تبقى معاك بالشكل ده. اهم حاجه ما نفضلش نقلبها كتير. التقليب الكتير غلط اصلا على القهوه. هنقلب لحد ما السكر يدوب وكده خلاص. طيب حاجه بقى انا عايز ادوقها لك جدا جدا جدا. قول يا صاحبي. احنا كنا بنتكلم على السيرب السكر من شويه. انا هو انا عامل سيرب سكر جاي معايا اللي هو السكر العادي بتاعنا. ده سيرب عادي. السكر الموجود بتاعنا هنحط عليه ميه سخنه ونقلبهم مع بعض. هيدينا ده هو دلوقتي. ده لو حطينا عليه ميه من غير ما نحطه على النار. لا لا من غير لو هي في طريقتين. لو حطينا على النار هيتقل شويه. بالزبط. لكن احنا هنا عايزينه خفيف عشان يدوب مع القهوه وكده. يعني اتفرج دي على الشغل ده بقى. طيب احنا هنعمل بقى ايه معشوق الجماهير البستاشيو او الفستق. حلو حلو الكلام. طيب ده لازم هدوق ده بقى. ده لا ده طعمه خطير طبعا. الدبل شوت اسبريسو بتاعنا جدا. فستق مع يا نهار ابيض ده حاجه ثانيه خالص. الفستق بطعم بطبيعته بيبقى ايه مر شويه. فانا لازم انا عايز اقول لك على حاجه بس والله قبل ما تشتغل في حاجه. تعرف الفستق بقى له قد ايه ما دخلش هنا القناه؟ لا والله ترجع بس انا هسيب لك دي ولا واحده. طيب انا هحط سكر عشان هو بيبقى مر شويه. طيب وبعد كده احنا ما بنرضاش نجيبه والله اصلا. لا لا ده تحفه بصراحه. بحط مثلا حوالي 3 معالق كبار. 3 معالق كبار بالظبط. طيب بعد ما حطينا البستاشيو والقهوه والسكر بنقلبهم بس ايه كده تقليبه خفيفه. حلو قوي. ماشي احنا عايزينه طبعا ساقع مش عايزينه سخن. هو اصلا حلاوته في السقعيه بتاعته. اتفضل يا باشا. طيب لا بنحط الاول ايه تلج. نجيب تلج الاول. نحط تلج. احنا دلوقتي احنا هنعمل حركات. الشيكر ده موجود في كل حته وسعره مش غالي او حاجه. الفكره بتاعته ان هو ايه بيعمل ميكس كويس قوي ما بين الدرينكات. احنا هنشوف دلوقتي بيعمل ميكس ازاي. كنا زمان بنلاقي الكوبايه دي في محلات الكشري. يعني هي بس ما تبقاش بنفس ديت. ونزود اهي اللبن. صعب انت هتديني اعمل كده. بس خلي بالك هيبقى ليها بس. لا لا دربني انا انا جاي اتعلم منك. حلو احنا هنمسكها كده اهو. هتكون انت حاكم من دي ودي وماسك هنا هنا ونعمل كده كويس. ماشي اوعى عشان بقى في مشاكل كتير. ماشي كده اهو. ايوه بالظبط.
انت خلاص بقى انا اروح انا كده ماشي تمام. احنا جامدين قوي خلي بالك بس كده خلاص. طبعا لو فتحت هتلاقيها كلها في وشي خلاص كله. بنفك الضغط من هنا وبعد كده من هنا يا ابن اللعيبه. بص بقى ايه اللي هيحصل ده. بص اصلا اللون الاخضر بتاع البيستاشيو عامل ازاي يا عيني، وريحته اصلا ريحته حلوه. وطول ما انت عملت المقادير على قد الكوبايه بالظبط، اعرف ان الكوبايه بتاعتك غنيه جدا بالعناصر اللي فيها. لازم ده تدوقه. لازم يا نهار ابيض. لا لا ده من الدرينكات الخطيره اللي انا بحبها جدا. حلقه جميله قوي يا حسام والله بجد. حبيبي والله انا مبسوط ان انا موجود والله. ربنا يخليك. طعم الفستق باين. اوه لا 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 حته ثانيه. ايه ده الجمال ده بجد والله. فستق مع القهوه جميل. انا مش قادر احدد بقى طعم القهوه ولا طعم الفستق، بس هما الاثنين بصراحه في توازن جامد جدا ما بين الاثنين. انا مش عايز ابوسك، انا عايز كده زي ما هي. لا لا الحاجات اللي احنا بنحبها. نكمل كمان في القهوه ولا تدينا ناخد فاصل بقى؟ ماشي يلا بينا فاصل. فاصل كده ونرجع لكم تاني ان شاء الله، نكمل ونعمل مع بعض قهوه تانية برضو من مصر. بص احنا بنجيب من هنا، بجيب من هنا اهو، بجيب من هنا تاني، يعني بنرجع للايه للاصل بتاع القهوه نفسه. كل مره انا وحسام نعمل، هنعمل احنا عملنا دلوقتي على الريحه وعملنا المظبوط، هنعمل نعمل المونو مثلا اللي المونو. هو فوق المظبوط على طول. هنعمل المونو ان شاء الله بعد الفاصل مع الحركات الثانيه مع تشيف حسام بعد الفاصل. ريحه الاستوديو حلوه قوي يا حسام بجد. قهوه في كل حته يا ابن اللعيبه والله حاجه كويسه قوي ما شاء الله. انت دي انا عاجبني جدا الموضوع ده والطحنه بتاعت القهوه اللي انا بشتغل فيها ديت. واحسن حاجه ان انت في البيت تطحن قهوتك بنفسك، وانا تعمدت ان كل حاجه هنا موجوده معانا تقدر تجيبها في البيت. كل الحاجات دي احنا طيب هو ممكن موجودة. هو ممكن اعرف بس هتجيبي بقى الحبوب منين اصلا؟ يعني برضو دي مهمه جدا، واجيبها من اي مكان اقول له تحميصه ايه بالظبط؟ ماشي طبعا هي باختلاف ان في اذواق، في ناس بتحب الفاتح والوسط والغامق. انا بحب الفاتح بصراحه. بس يبقى احنا هنطلب فاتح، قهوه فاتح. يبقى عنده بقى اكتر من توليفه والكلام ده، جيب بتاع 5 توليفات، جرب واحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هتلاقي في واحده عجبتك منهم اشتريها، فاهمني؟ او اثبت عليها. فانت مش مجرد النوع الواحد اللي انت هتشتريه اثبت عليه، لا ممكن ما يعجبكش، جرب الثانيه والثالثه والرابعه. اصلا انا عمال اتخيل المنظر بتاع الدماغ كده وانت قاعد كده واخد الاجازه بتاعتك وقاعد الصبح ومع نفسك وبتطحن لا وبتطحن قهوتك، وبعد كده بتقوم واخد القهوه اللي انت طحنها وتعمل بيها. شكرا يا باشا، انت في حته ثانيه خالص. ده ليفل عالي خالص. هو ده احسن حاجه. ادينا واحده مانو. مانو يلا مانو. يلا مانو ازاي بقى؟ نفس الكلام بالله عليك. معلقه البيت اهي اللي احنا بنستخدمها. انا هجيب معلقتين، ادي معلقه وادي معلقه. حلو ماشي. المانو بتبقى فوق المظبوط، احنا في المظبوط بنحط معلقه سكر، ادي معلقه السكر فوق المظبوط. ايه؟ حط نص معلقه. خلاص دي كده بقت مونو دلوقتي. تمام خلصت. نفس موضوع، نرجع القهوه بتطلع بوش ازاي. انا عملتها اهي بميه سخنه، ما فيش اي حاجه. هنحط اهو بالظبط على قد الكوبايه. انا الشوايه اللي انا حطيتهم دول على قد الفنجان ده، اكننا حطينا ميه كده وحطيناها كده بالظبط. طيب نشغل السبرتايه، بوتاجاز، ايا كان مش هتفرق. كتر خير السبرتايه بتاعتك دي ليها محملها لحد دلوقتي معايا في كل حته دي. طيب نرجع لنفس النقطه، القهوه بتطلع معايا مش مظبوطه، مش بوش الكلام ده كله. طيب انا دلوقتي حطيتها على النار، ميه وسكر وقهوه. انا هقلب امتى؟ لحد ما السكر اللي انا حطيته يدوب. بعد ما داب بس وقف تقليب، كتر التقليب في القهوه غلط. وهدي النار. وهدي النار زي ما انتم شايفين كده، النار هاديه جدا. قبل ما تفور ابدا ان انت صبها. بس انت كده انت خلصت. يعني انا هبدأ. انا مش هاخد الاتصال ده. ماشي قول الو. الو ونختبر قوة حسام يا جماعة. يلا بينا. الو الو ايه الأخبار؟ سامعني؟
معاك حسام، عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، ايه الاخبار؟ دمي منور الدنيا والله. عارف على طول. اه لسه اقول لك بقى يا فوق الليله شويه. عايز تشرب قهوه؟ عايزه قهوه مانو انت عارف. شيف محمد حامد بقى هنا. ازي حضرتك يا ست الكل؟ ازيك يا شيف محمد، والله العظيم انت شيف محترم، وبص انا متابعه حضرتك على طول. والله العظيم انا عايز اقول لك على حاجه، ونعم التربيه في حسام. اه والله بجد. ربنا يبارك لك يا رب. احترام وادب واخلاق وعلم، والله ما شاء الله عليك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يا رب يبارك فيه يا رب، وتشوفيه احسن واحد في الدنيا ويطلع بره كده يعمل مسابقات عالميه ان شاء الله يعني. يا رب يا رب ان شاء الله. والله متشكرين لحضرتك جدا على الحلقه الجميله دي. ربنا يخليك لينا يا ست الكل، دعواتك. احنا بنحاول نتصل من بدري مش عارفين والله. معلش والله احنا اسفين جدا والله. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك والله العظيم. حسام ما شاء الله عليك يا حسام، والله منورنا. ماشي يا ماما. ماشي. اشتغل بقى مع شويه بقى خلاص. طب ماشي. طيب باباك هيكلمك. طبعا طبعا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ احنا سعداء بلقائك ونتشرف بمعرفتك. ربنا يخليك يا فندم. وربنا يعني ان نشوفكم في احسن وضع واحسن حال، وانا فخور ان ده ابني. الله يخليك. طبعا ما شاء الله. ايوه يا باشا. والله ما شاء الله ونعمه تربيتك والله فيه بجد، وربنا يجعله دايما بر بيك. الله يخليك. وبيحب مهنته ويعني بيتعمق فيها وبيدرس. سبحان الله. انا عارف يعني، انا بتابع حسام. انا تعب تعب انا مش عايز اقول لك. ما انا عارف والله ما شاء الله. ما هو ده اكتر حاجه، ابتسامته اللي على طول موجوده في السوشيال ميديا. هو حابب الشغل اللي هو بيعمله، فبالتالي هو وصل ما شاء الله، يوصل لاكتر واكتر كمان من اللي هو فيه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا والله. يلا بينا. الله يخليك. الله يخليك وربنا يوفقك. الله يخليك يا فندم. طيب مع السلامه. احنا هنسيب القهوه لمانو بقى لوحدها. انا هعملها لك. اه اديني حاجه نعناع شباب. طب ايه رايك ما تعمل انت الاوردر ده؟ احنا هنعمل كراميل فرابتشينو. لا لا انا عايزك. طيب احنا طبعا بنسمع كتير. انا هشرب بس. ماشي. الفرابتشينو كراميل الناس كلها ده اكتر حاجه مطلوبه جدا. طيب احنا هنا هنعمله بكل حاجه موجوده في البيت. احنا عندنا هنا بلندر عادي او خلاط. طيب بنحط 100 مللي لبن، والبلندر هنا عندي مرقم، فانا بحط ال 100 مللي لبن. هو مللي مثلا بتتكلمي نص كوبايه مثلا؟ او بص ال 100 مللي بالظبط كوبايه القهوه دي 100 مللي بالظبط. حلو قوي. تمليها لبن وتحطيها. ماشي. بعد كده الدبل شوت اسبريسو بتاعنا الجميل. ماشي. حطينا الدبل شوت اهو. وبعد كده التلج. التلج اهو تمام. نحطه بس هنا. نجيب ده هنا. حسام هو شغال بالميزان يعني، انت فاهم ازاي؟ عشان ايه يعني تقولوا مشروبات ايه يا عم ده؟ لا لا كل حاجه بالميزان. بما ان في الميزان لو انت عايز تعملها بالظبط، انت بتملى الكوبايه دي كلها تلج وتحطها بس وخلاص. اه بس حلو. ايه املها على الاخر كده. بما ان احنا حطينا شويه تلج في الاخر، فانا خلاص بحط دول بس كده. طيب كده ده المعيار بتاعها. حلو جميل. بعد كده بنحط الفانيليا باودر. الفانيليا باودر دي مهمة جدا في الفرابتشينو. عارف ليه؟ لأن هي بدل ما هي ليكويد أو هي سائل بالشكل ده، بتخليها متماسك لما تضرب في بعض. إيه ده يعني؟ ده المتماسك ده مش بيبقى من التلج؟ لا هو من التلج، بس الفانيليا باودر بتساعده إن هو يبقى سموث أكتر. حسام أنا بقالي ساعات بلاقي ناس بتعمل مشروبات والاقي التلج فاصل عن الحاجه السايله. ليه بقى؟ ما بيضربهوش كويس، ما بيسيبهوش يتضرب كويس او يتخلط فيه كويس، او ان انت او هو ضربه وساب الدرينك لمده طويله. حلو. فتلاقيه فصل مثلا زي الدرينك ده. خلاص ما احنا لازم نشربه. تمام. طيب احنا دلوقتي ايه؟ هنحط فانيليا بودر، هنحط يعتبر نص الكوبايه دي كده بالظبط، او مثلا ادي معلقه. يا ده هتبقى مش هتمرر كده حسام؟ لا لا ده الفانيليا بودر بتبقى مسكره كمان. طيب تمام. ماشي. انا حطيت تقريبا يعني 3 معالق. تمام. حلو. طيب بتحبوا ايه الكراميل؟ ادي الكراميل اهو. ماشي. بتحط بقى على حسب الكميه اللي انت حابب تشربها. انا مش بحبه يبقى كتير قوي، فهحط مثلا معلقتين كبار. حلو جدا. كفايه. طب انا كده انا خلصت، هضربه بقى ايه في البلندر. ولا ايس كريم ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. ماشي. احنا هندوق طعمه دلوقتي اهو. ويتضرب كويس قوي. الخلاطات دي بتبقى يعني مخصصة لهذا يعني. بتكلم برضه الخلاط، هو الخلاط بيفرق كتير برضه يا حسين. ما احنا ممكن نجيب اللي هي مكعبات الثلج اللي هي في البيت ونحطها في الفريزر. اه ايوه بالظبط. وتبقى سهلة على الخلاط اللي هو يضربها. نشتغل بيه. سامع انت الصوت ده؟ اه خلاص. الفروشة اللي في الاخر ده. أيوة. ده كده لسه فيه ثلج، فهضربه اكتر. طيب انا خلصت. لما نيجي بقى نحط كراميل على الكوبايه، بصوا بتزينوها ازاي عشان انا بشوف الناس بتفضل تعمل كده كده. هو هو خط واحد وتلف. شكرا. ايه تاني؟ تخبط بقى كده. بصوا المنظر الجميل. حلو قوي. بص بقى عامل ازاي. طب
تعالوا بقى لما نحط كده الكرم الفرابتشينو. بص الليكويد بتاعه ازاي سموث جدا، هو دوت القوام اللي انا عايزه، بس برضه على قد الكوبايه بالظبط. بالظبط شكله جميل خالص. ده احنا لو سبناه دلوقتي مثلا لمده دقيقتين او حاجه اكيد هيفصل. بالظبط لازم يتشرب على طول. بالظبط لازم يتشرب، لازم نعمل تيست. بالظبط قول لي بقى القهوه يا باشا، تعالى بص عليها. يلا بينا. ايه ده خلاص هتفور. يلا نفسك. الله انا مستغرب الفانيليا اللي انت حاططها كتير قوي يا حسام برضو، بس مش باينه خالص هنا. مش باينه خالص؟ لا يعني يعني مش ممرره، انا قلت هتمرر. اه لا 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 مش بتمرر. طيب بعد ما القهوه خلصت اهي ونصبها بالراحه خالص. عيني. القهوه لازم تبقى معاك فريش. اه بص الهواء عامل ازاي؟ الله. عشان تطلع معاك الوش ده القهوه لازم تبقى فريش، كميه القهوه تبقى قريبه جدا من كميه الميه، ما تحطليش ميه كتير وتحط كميه قهوه صغيره. طيب في افتكاسه مصريه بتتعمل. قول لي عليها وانا هقول لك. بقول لك ايه، جيب غطا ميه وحط ميه على الوش عشان مش عارف ما الوش ما يعملش مش عارف ايه، حاجات كده غريبه بشوفها. هو احنا اصلا المفروض ان الوش غلط، يعني الحصاوي والكلام ده كله. أيوة. فنقطه الميه دي بتنزل لك الوش او الرواسب اللي فيها. طب ماشي حلو قوي، يبقى انا اشربها مغليه. المفروض صحيا جدا 100% مغليه. ده الاصح. يا سلام. ان احنا نشربها مغليه. اه والله. يعني طب طب انا عايز اعملها طب انت ممكن تعمل واحده مغليه؟ نعمل واحده مغليه، هنسيبها لحد ما تفور خالص. ماشي. استنى بقى. ماشي. اغسل لك دي واظبطها لك. يلا بينا. واعمل لي واحده مغليه بقى. نعمل السوريين بيشربوها كده على طول اصلا. يقول لك قهوه مغليه، يعني المغليه دي انت بتقول عليها صحيه؟ المغليه ديت الصحيه. يلا طبعا. 100%. اعملها لك كده واظبطها. والاصح كمان اللي هي بتتعمل بميه سخنه، يعني احنا مثلا دلوقتي. يا سلام. اه والله. يعني بقى انا هسخن بس ايه المايه شويه صغيرين، اكنك حطيت مايه على البوتاجاز وحطها، بحيث ان القهوه لما تنزل على المايه السخنه بتدوب على طول، فتنزل تفور. يلا خلاص صب. اتفضل. طيب جاهزين. ماشي لحظه واحده بس، المايه ايه هتسخن شويه، يعني ممكن نشيل دي دلوقتي. طيب طيب الاستاذ هاجر السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ هاجر؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام الله يخليكي. لو سمحت عايزه طريقه القهوه باللبن. القهوة باللبن؟ عين فرنساوي. عين عليك والله. ايوه عارف اهو قهوة فرنساوي. ماشي عينيا عينيا الاثنين. يلا بينا. قهوة فرنساوي على طول. يا حسام انا بجد والله حلوة اتصال ده، تصدق انا ناسيها خالص؟ لا جميلة برضه عادي ممكن نعملها. بص القهوة المغلية اهي. وشلو طلبتها منك بتقول لك. انا دلوقتي ايه؟ حطيت شوية قهوة سخنة اهي، مش سخنة قوي يعني. حلو. ماشي؟ خلاص. على قد برضه كمية الفنجان دي القهوة المغلية. دي القهوة المغلية. احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا مظبوط وعلى الريحة ومانو. حابب دي ايه زيادة؟ يعني ايه جاية من اسمها؟ ماشي يلا نعملها زيادة. هنخليها مثلا ثلاث معالق سكر. ادي معلقة. ده كده السريقوسي صح؟ ادي لا السريقوسي ممكن معلقة كمان أربعة. لا يا عم كتير قوي. أنا مش عارف ليه الأسامي دي، ما كلها قهوة مسكرة وخلاص. أنا فاهم بالظبط. دي واحد، دي قهوة مغلية ما زيادة بالظبط. بص بص القهوة فرت ازاي؟ اه مجرد ما بتحط المية السخنة المية القهوة بتفور. خلاص بص فرت، هاجي بس أعملها كده خلاص القهوة فرت. القهوة أو القهوة كده القهوة المغلية، وحسام بينصح بيها بيقول لك دي أكتر حاجة صحية. دي أكتر حاجة صحية، لكن طبعًا المصريين أو أغلبيتنا بيحبوا إن القهوة بوش، لكن هي فعلًا مش صح. وده واللي حسام بيعمله اللي هو بدل ما تجيبي يعني بدل ما تطلبها وتحط مية عليها من فوق عشان الرواسب تنزل تحت، لا يا باشا أنت اطلبها مغلية على طول. اعملها مغلية على طول بالظبط. طيب إحنا شربنا الأيس بيستاشيو لاتيه، إيه رأيك نعمله فرابيه بيستاشيو فرابتشينو؟ لا ايه ده فاصل بعد الفاصل بقى خلاص كفايه كده مش كل حاجه يا جماعه تاخدوها فاصل ونواصل ان شاء الله يلا بينا بيكم في الحلقه المميزه والممتعه وحلقه جميله انا مستمتع بيها جدا جدا مع شيف حسام الاكاديمي اللي هو بيشرح كل حاجه
منتهى السهوله، بيعلمنا ومراحل والعصور اللي مرت بيها القهوه. اتكلم معانا الثلاث مراحل ازاي تم، وهو بيجي على فكره كل الحاجات اللي هو جايبها كنت على طول بقول له حسام عايزين نخاطب ستات البيوت الموجوده عشان تعرف ازاي تقدر تعمل القهوه في البيت. وفي نفس الوقت قال لي برضو يا شيف في شباب بيتفرجوا لازم برضو نعلمهم الحاجات اللي هي التطوير اللي حصل والتطور اللي حصل في القهوه، وايه الحاجات اللي هي ممكن يقدروا يعملوها في البيت زي الاسبانيش لاتيه، زي الايس لاتيه، الحاجات اللي هو عملها النهارده، القهوه عملها، المونو عملنا، السرياوسي عملنا، الساده، كل حاجه الكلام ده ما شاء الله. والمغليه بقى هي والمغليه كمان شغالين فيها. قول لي بقى كفايه قهوه بقى ماشي، احنا هنعمل كده مشروب برضو بيتعمل في البيت بكل سهوله وهو الكركديه او الهيبسكس. طيب ماشي، الكركديه بقى اللي انت بتجيبه بتنقعه؟ لازم اجيبه الاول في ميه، انا احط كركديه مع ميه سخنه وانقعه، وبعد ما انقعه ابدا ان انا اصفيه، هيطلع لك زي ما انت شايف كده. حلو، نبص القوام بتاعه عامل ازاي. الله، كده بالظبط. ده حوار، ده وطعمه يا نهار ابيض. ده بقى شويه ايه يظبط الضغط ده خطير. طيب الكركديه لوحده كده هو مر ما عليهوش اي حاجه، فاحنا عملنا ايه؟ سيرب السكر اللي هو السكر العادي، حطينا عليه ميه سخنه ونقلبهم كويس مع بعض. طيب يلا نحط سيرب سكر اهو. هو زي ما هتديني اعمل ال ده لازم خلاص بقى. طيب بعد ما حطينا الكركديه والسكر خلاص هنحط تلج بقى عشان يبقى ساقع. نعمل كده. في الصودا مش اي حاجه صح؟ هو كده خلاص. هو كده خلاص، نقفل اهو. مفيش خلاص اهو، يلا بينا. الله يخليك، شكرا. وانا هركز انا بقى على القهوه. طبعا دي اصلا يعني اللون بتاعها اصلا لو طلع بره، فعشان كده لازم دي ايه. حلو قوي. ده ايه ده؟ معموله بالفوم رهيب. حلو. صب من كده؟ لا هنفتحها الاول عشان ننزل كل الفوم بتاعها. لا اتفضل. ماشي اهو. بص عامل الفوم عامل ازاي؟ بص كده عيني. ده الشغل العالي فظيع، الشغل العالي. الله عليك، الله عليك، حلوه. حتى اللون كسر يا اخي، هنحطها جنب الجائزه بتاعتك الشياكه ديت. حبيبي طيب القهوه فارت اهو، هنصب في انهي كوبايه؟ يلا باشا اهي اتفضل. ثواني هجيب لك فنجان راك بقى. بص اللي عندنا طقم كده، خش يا باشا بقى. يلا هجيب لك كبير ولا الصغير؟ اللي انت هات الكبير. كبير، يلا بينا نجيب الكبير. بسم الله. دي المغليه. ها دي القهوه المغليه اللي شوف حسام عملها، سهله جدا ودي صحيه يعني. بص لو جينا نبص على الوش هتلاقي مش تقيل، هيروح خفيف جدا خلاص. وهيروح ده، دي اصح حاجه احنا ممكن نشربها بدل الوش طبعا. الله عليك، والله الله عليك، الله عليك، الله عليك. فقول لي تعمل، هتعمل حاجه ثانيه سريعه؟ يلا حابب نعمل حاجه بالصودا؟ بالصودا. يلا بينا، يلا. طيب يلا بينا، وعشان اخر حاجه. ها ماشي يلا بينا. بس عايز بقى حسام بقى الباريستا اللي هو بقى بص هشربك حاجه ما حصلتش. طيب مسابقه في دقيقه. ايوه طبعا. احنا هنا معانا سيرب بلو كرواسو او قشر البرتقال، ده موجود في كل حاجه. انا كل حاجه يا جماعه النهارده جبتها عادي تستخدم في البيت. ماشي يلا. طيب هنحط برده ايه، معلقتين. ماشي حطيته. ايه بالظبط؟ بس ماشي. السلايز الليمون والنعناع وهكذا ما جبناهوش. ماشي. تلج. تلج. ماشي. اجيب لك الصوده منين يا عم الناس؟ اهي بالظبط دي. ايوه هي دي. اتفضل. وبنصب بقى بالروحه كده على التلج. بتصب على التلج بحيث ان الصودا ما تروحش، انا بصبه بالروحه خالص. الله عليك يا عيني. ماشي يلا. اقدر احط اي سيرب تحت؟ هو البلوك اقدر احط نعناع مثلا؟ اقدر احط اي حاجه ثانيه؟ ممكن نعناع فريش وليمون فريش. طيب ماشي. ده دلوقتي ايه احنا عندنا الكركديه برضو، هنحط منه شويه عليه. اوه ده هيعمل قلبان ده يا ابن اللعيبه. بص هو عامل ازاي. الله 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 يا عيني، وطعمه برضو خطير. استنى في حاجه كده انا شايفها كده. ايوه دي الحاجات اللي طالعه ديت عشان تبان شكلها. حلو قوي. تسلم ايدك يا حسام. بص من تحت ازرق، ازرق احمر، من فوق احمر. يا عيني ماشي. صباح الفل. نقفل السبرتايه دي. عشان الخضر وكده. ايه ممكن اوديها هناك بس بعد اذنك. يا رب يدع الناس اللي واقفه ورا الكاميرات عايزه تخش. اخلص بقى وانجز. بس
حسام شرفتنا ونورتنا. حبيبي والله انا ليه. انا اتبسطت جدا جدا والله ان انا موجود معاك النهارده. وفي حاجات كمان انا وحسام هنعملها لكم على السوشيال ميديا خاصه الله. جدا على قناه بي ان سي وعلى صفحته وان شاء الله على صفحتي هتلاقيها نازله ان شاء الله بعد الهوا ان شاء الله يعني كمان ساعه ساعتين كده. على طول. شكرا حسام حبيبي شرفتنا ونورتنا. حبيبي السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.